إن شاء الله. سيادة النائب مرحبا مرة ثانية. يقولون المستقلين راح يكونون خلي بيضة القبان في التوازن، رأيك ما مدى صحة هذه أو هذا الرأي، ما مدى صحته برأيك؟ يعني هو الحقيقة هسه أكو هذا ممكن يكونون هم بيضة قبان ساسة، لكن الأخوة المستقلين ما متجمعين، أكو مساحة مشتركة لكن ماكو توحد بالرؤية بالهذا، لذلك ما أتصور راح يقدرون يلعبون هذا الدور الحقيقي يعني في لعبة يعني بيضة القبان. بيحتاج اللي يلعبها إنسان متمرس متمكن عنده يعني قوة وعزيمة، وأنا يعني ألوم إخواني النواب المستقلين ما يأخذون هذا الدور. المستقلين ما عندهم إمكانية؟ لا، هو المشكلة المستقل الكل مستقل يعني تعتبره حزب، يعني لأن عنده جمهور، عنده تطلعات، جاي من خلفية، عنده فد ثقافة، عنده رؤية، لذلك صعوبة توحيدهم. هسه هم حاليا تكتلوا. إيه لا هم تكتلوا هسه حاليا تكتلوا، صاروا ثلاث أربع كتل، يعني مثلا امتداد، تحالف العراق المستقل، صوت المستقلين وإشراقه 10، لكن اكو مشتركات لكن ما توصل لحد انه نكون نلعب يعني نكون احنا بيضة القبان. ماكو ارادة قوية، يعني انا هذا الموضوع اشتغلنا عليه، يعني واي من المستقلين اشتغلوا على هذا الموضوع الحقيقة، ومن ضمنهم يعني نقول انجذبوا مستقلين مع تحت جناح الاحزاب، هذا يوصل لهاي الفكرة. لا عفوا، لا مو هذا قصدي، اكو كانت في مبادرة انه الاخوة المستقلين يكونون بين، طبعا احكي على المكون الشيعي، يعني احكي لك لانه اغلب المستقلين هم 36 هم من المكون الشيعي. كان اكفد مبادره يعني انه يكونون بيضة القبان، ويعني يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال هذه البيضه، هذه المجموعه، لكن ما يعني لحد الان ما وصلنا للمرجو من هذا المكان. انا اشوفك غير متفائل، محبط حقيقة، محبط بدايتنا